مشاهدين الكرام، نجدد لكم التحية والترحيب في هذه الانطلاقة وانطلاقة شوطنا الثالث عشر ضمن انطلاقات ومنافسات سن الجذاع في هذا الصباح. على بركة الله نتابع هذه الأسماء المتواجدة هنا على أرضية ميدان الشحانية. أبدأ بالبداية وتابع الغام هنا على الصدارة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، من يتقدم شعار المدهش على البداية والصدارة، بينما وتابع الباسلة القادمة مع ثاني المراكز حمد بن راشد بن محمد بالصفوة، يتقدم شعار بالصفوة هنا القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من مخيفة، من تصل مع المركز الثالث سعيد بن بطي بن محمد الزعبي، شعار القادم مع هذه اللحظات يتقدم مع هذه الانطلاقة شعار الزعبي، يقدم لنا مخيفة مع المركز الثالث، بينما أتابع من الجانب الآخر الوصول والحضور في هذه اللحظات. نتابع الشعارات القادمة والمتواجدة في هذا الشوط، وتابع هناك هقوة ناصر بن محمد بن ناصر آل مريزيق يتقدم شعاره مع هذه اللحظات ووصول هنا من تتقدم مشاهدين الكرام إلى المركز الثالث. وتابع أيضا العاديات حمد بن سالم بن عسيكر شعاره القادم والمتواجد مع أيضا هذه الانطلاقة، وهناك أيضا بحور لعلي بن محمد بن جابر بن فاران يقدم لنا بحور من الجانب الآخر، من تسللت إلى المركز الثاني. الله إلى الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ولكن الغام هنا على الصدارة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي هنا يتقدم مع البداية والصدارة، ولكن بحور من الجانب الآخر علي بن محمد بن جابر بن فاران يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث العاديات حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر هنا القادم والمتواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعار الصفوة يتقدم ويقدم الباسلة حمد بن راشد بن محمد بالصفوة المري مع المركز الرابع هناك بمتابعة علي بن ناصر المالكي من يقدمها في هذا الشوط، بينما أتابع هناك المركز الخامس وتابع مشاهدين الكرام مخيفة من تصل مع المركز الخامس سعيد بن بطي الزعبي يقدم لنا شعاره المغامر هنا مع هذه الانطلاقة ومع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدينا متابعين الكرام. أعود هناك مع الصدارة وأتابع بحور غيرت على الصدارة علي بن محمد بن جابر بن فاران يقدم لنا شعاره وانطلاقة بحور الممتازة على الصدارة، ولكن المدهوشي هنا ملازم مع الغام مع المركز الثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. الله على هذه الانطلاقة الثنائية من خلال الغام وهنا بحور في هذا التحدي في هذا الانطلاق الثنائي مشاهدين الكرام، بينما أتابع المركز الثالث العاديات تصل مع المركز الثالث حمد بن سالم بن عسيكر يتقدم بن عسيكر يقدم العاديات هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع الباسلة مع المركز الرابع حمد بن راشد بن محمد بالصفوة يتقدم هنا مع المركز الرابع، بينما أتابع المركز الخامس والاسم القادم هناك مع المركز الخامس، وتابع وصول في هذه اللحظات من شقرة سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري وصل شعار بن بجاد هنا القادم مع المركز الخامس. الله يلأسماء، الله يالتحديات القادمة في هذا الشوط، ولكن أعود هناك أعود إلى الصدارة أعود إلى مقدمة الشوط، وتابع بحور على المركز الأول علي بن
محمد بن جابر بن فاران هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع الغام مع المركز الثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع المركز الثاني، العاديات تصل مع المركز الثالث حمد بن سالم بن عسيكر، المركز الرابع شعار بالصفوة يتقدم ويقدم الباسلة حمد بن راشد بن محمد بالصفوة القادم مع المركز الرابع، المركز الخامس هناك شعار بن بجاد مع شقرة سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري القادم مع المركز الخامس. الله الأسماء، الله التحديات الأولى نتابعها من خلال هذا الانطلاق بقيادة شعار بن فاران، من يقدم لنا بحور على الصدارة علي بن محمد بن جابر بن فاران هنا مع البداية والصدارة، ولكن المدهوشي قادم وحاضر هنا يقدم الغام مع المركز الثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المركز الثالث، الباسلة غيرت إلى المركز الثالث حمد بن راشد بن محمد بالصفوة هنا من تتواجد مع المركز الثالث، المركز الرابع العاديات حمد بن سالم بن عسيكر مع المركز الرابع، المركز الخامس شعار بن بجاد يقدم لنا شقرة سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري القادم مع المركز الخامس. الله الأسماء، الله التحديات القادمة في هذا الشوط، ولكن أعود هناك مع البداية والصدارة وانطلاقة المقدمة مع بحور على الصدارة علي بن محمد بن جابر بن فاران 1200 يا بن فاران. هناك المدهوشي قادم بالصفوة حاضر، وهنا بن عسيكر الله رباعية على الصدارة، بدأ الانطلاق الله التحديات الأخيرة بحور قائدة للأمور إلى هذه اللحظات علي بن محمد بن جابر بن فاران على الصدارة على مقدمة الشوط الغام مع المركز الثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هناك وتابع الباسلة قادمة مع المركز الثالث حمد بن راشد بن محمد بالصفوة القادم مع المركز الثالث. الله ثلاثية على الصدارة، بن عسيكر قادم مع العاديات مع المركز الرابع. الله 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 يا الانطلاق، الله يا التحدي الأخير، نتابع بحور الباسلة من الجانب الآخر الغام، ولكن الله بالصفوة يغادر ينطلق في هذه اللحظات مشاهدين الكرام مع الباسلة على الصدارة. الله يا ابو ناصر، تابع هذا التقدم والانطلاق هنا من خلال هذه اللحظات مع الباسلة على الصدارة علي بن ناصر، من يتابعها هناك ويقدم الباسلة، ولكن بن فاران عاد مع اللحظات الأخيرة. الله بحور وهناك بن عسيكر مع العاديات، ولكن بالصفوة سلام هذا الأداء، سلام هذا الانطلاق هنا نتابعه من خلال الباسلة. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن محمد بن صفوة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني العاديات لحمد بن سالم بن عسيكر، المركز الثالث بحور لعلي بن محمد بن جابر بن فاران، المركز الرابع وصل شعار بن بجاد مع شقرة سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري، والمركز الخامس المستشارة مسعود بسعيد بن سالم الحريري هنا مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان تابعنا المنافسة والتحدي حتى اللحظات الأخيرة، واتت الباسلة لتنتزع ناموس هذا الشوط بشعار الصفوة حمد بن راشد بن محمد بالصفوة. 9:30 48 جزء من الثانية توقيتها الزمني، مشكور يا علي يا بن ناصر يا المالكي. المركز الثاني العاديات لحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر، 9:31 55 جزء من الثانية توقيتها الزمني. المركز الثالث كان الوصول من بحور توقيتها الزمني، 9:31 91 جزء من الثانية. الثانية لعلي بن محمد بن جابر بن فاران، تهانينا والناموس للجميع.